السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم باش نعمل لكم التجربه نتاع احياء الموتى. باهي باش ناخذ لكم تجربه صغيره اللي هي الذبابه. نجم ناخذ اي حيوان اخر كبير صغير، المهم انا اخترت الذبابه لان ما فماش على الانترنت، ما نختارش الطرق اللي موجوده على الانترنت، نحب نختار طرق مش موجوده على الانترنت. اخذوا هذوما زوج ذبانات، ما فما حتى حركه، ميتين. تنعطيكم الطريقه بيان سور، تنعطيكم الطريقه بالطبيعه. هذوما زود دبانات ميتين، اغزروا توا شنو باش نعمل لها. زود دبانات اخترت، راني صعيب باش نلقى دبانات هوني، هذاك علاش جبت هذوما زود دبانات اللي هما ميتين كيما تشوفوهم. شوف توا باش ناخذ كفن، باش ناخذ كفن، زوز كفان، زوز كفان صغار باش نحط فيهم دبانة هوني ودبانة هوني، وباش نجيب شوية تراب. نجيب شوية تراب أو شوية غبرة باش نحطها هوني، شوية برك. هذاك التراب ياسر، هذا تراب خاطر دبانة صغيرة. أنا حاجتي بشوية غبرة، تنجم تاخذ كيما نقولوا احنا صندر بتاع سيجارو، البقايا بتاع السجاير هي أحسن طريقة. أنا ما عنديش سجاير، أنا ما نتكيفش، فهمت؟ وباش نحطوهم في الكفن، في الكفن نتاعهم. شوفوا هاكا دبانة ميتة، شفتوها دبانة ميتة باش تحط في الكفن نتاعها، في الكفن. طبعا العملية الكل تنجم تكون معناتها عملية. ها باش نعاود نشوفوا الدبانة. باهي ما غير تكسير الدبانة، على خاطر من احنا توا باش نعملوا الطريقة متاع احياء الذبان، وهو معنتها ماهوش مقطع. فما طرق اخرى متاع انها مقطع تريفات تريفات ونجموا نحيوهم. ها هما راهو، اسمع الطريقة انا اللي نعمل فيها ما فيها حتى معنتها باش نتحايل ولا حاجة. نحب نعلمكم الحاجة بالقدا. باهي توا باش نقعدو نقراو على هذا الذبان، فهمت؟ نقراو على هذا الذبان، ننفخو فيه. باش نقرب الواحد هوني باش تشوفو، اوب، باش تشوفو كيفاش باش يتم احياء الموتى، باش تشوفو كيفاش يتم احياء الموتى. نحاول باش نحط هوني، اوب، باش نركز على البلاصة اللي فيها الذبانة، باش نركز على البلاصة اللي فيها الذبانة، باش نركز على البلاصة اللي فيها الذبانة. باهي توا باش نبدا نقرا عليها. مثلا كان المشكلة في الأمور هذه ما يسمى بالسحر، ديما وقت تعمل العملية لازمك تقرا حساب العباد اللي يشوفوا فيك. مثلا كان انت تعملها اليهود، لازمك تقرا لهم حاجات نتاع التورات نتاعهم، وفهمت نتاع الانجيل ومتاع المعتقدات نتاعهم، فهمت؟ كان تقرا نتاع المسيح لازمك تقرا نتاع المسيح، كان تعمل نتاع اليهود لازمك تقرا نتاع اليهود، كان تعمل نتاع المسلمين لازمك تقرا القران. مثلا هوني فهمت، وهو يحيي العظام وهي رميم، قال فلينظر إلى حماره، فهمت؟ أفلا ينظرون إلى
مثلا انت هكا تدخل وضع عليهم فهمت يعني تعمل معناتها ايات قرانيه وكل شيء خاطر شنو التاثير بتاع الشخص اللي يشوف فيك على حسب المعتقد نتاعو فهمت يعني تقول هاني باش ننفخ عليها ويا الله يا الله يا الله احييها يا الله باذنك انت الذي تحيي انا حتى شيء انا مجرد اداه في يدك يا الله احييها احيي الذبابه احيي الذبابه واعيدها الى الحياه احييها واعيدها الى الحياه شوفوا توا كيفاش فهمت باش نخرج الذبانه الاولى معناتها كيفاش باش نحاولوا نحيوها نخرجوها كومبليتمون ونحطوها هوني ونخرجوا الذبانه الثانيه فهمت اوب طب باش نحيو الذبانتين اللي هما ميتين نحطوا واحده هوني بعد لا قرينا عليهم فهمت شفت احيا احيا يا ذبابه احيا احيا يا ذبابه وعد للحياه باذن الله باذن الله عد للحياه باذن الله عد للحياه باذن الله باذن الله عد للحياه هاي هاي شفتوا كيفاش بداوا يتحركوا هاني باش نعاود نخرج من الجهه الاخرى يعني العمليه كلها هي عمليه راهو باش نبدا نكبروا شويه هوب باش نشوفوا شوفوا الدبان هاو باش يبدا يحيى احيا احيا تنجم تخليهم في الوحده في الكفن نتاعهم فتره طويله باش ما يشوفوش هما العمليه كيفاش تم الاحياء فهمت شوفوا كيفاش الذبان بدا يحيا باذن الله كلها عمليه فهمت تو نفسرها لكم هذه طريقه اولى هذه من غير ما تكسر الاعضاء يعني تاخذ حاجه تنجم راه هذه العمليه تكون كيما على ذبابه كيما على طير كيما على ارنب اما الحيوان هوني لا يتم تقطيعه اطراف الحيوان يبقى سليم يعني طريقة القتل تكون معنتها تنوريكم فما عدة طرق متاع القتل فهمت هيك هذيك بدأت تحيا انا حبيت بالعاني ناحية لهم الكفن متاعهم في الحقيقة كي تحط متاع السجائر كل عملية اسرع وتنفسر لكم علاش السجائر تكون العملية اسرع باش يرجعوا للحياة شفتوها كيفاش بدأت تتحرك هذوما ميتين عندهم تقريبا ساعتين عندهم ميتين شوف هذوما ساعتين عندهم ميتين ساعتين دون حركة باش تبدأ وقتها تحيا الذبانة باش تقعد مخدرة مدة معينة تنجم انت توهم بها الاشخاص نتاعك انها ولات تطيعك خاطر تولي تحسبك ربها تنجم تحطها على يدك وما تطيرش وتحطها على كتفك وما تطيرش وتبدا تلعب بها وتقول لهم اللي انت هي اصبحت طايعه عليك ومن بعد وتتشوفها بدات تفيق شويه معناتها باش تهرب وقتها حطها في صندوق وقول لهم توا الان باش تمشي هي ترتاح ترقد والعمليه انتهت باهي هذه حياه وهذه ما زالت ما حياتش اما تتحيا هذيك حيات شفتها هذيك حيات هذيك تاو باش نحيها حاجتي بها اللي حيات باش نخبيها باش ما تهربليش خاطر باش نعمل لكم بها طريقه اخرى وباش نكمل نحيي الاخرى بشويه بشويه لازمني ناخذ حاجه نخبيها فيها علبة تتخبى فيها خاطر حاجتي بها العملية أخرى هذه حياة شفته تنجم مثلا تقول لهم شوف ولا تطيعني شوف ولا تطيع عليا طاعة عمياء شوف طاعة عمياء ولا تطيعني طاعة عمياء لأني أحييتها طيب باش نحطها هذه هوني باش نسكر عليها وباش نحاولوا نحييو الاخرى نحاولوا باش نحييو الاخرى على خاطر يمكن الاخرى القتل
كان كبير الحقيقة. هذه عندها أكثر من ساعتين، مثالش هذه عندها أكثر من ساعتين. خطر ذي ظهر فيها ميتة عندها ياسر، لازمها تفيق، وانا باش نحاول نفيقها. ساعات تاخذ الوقت اطول، داك علاش ما تحطوهاش ياسر، ما تقتلوهاش فترة طويلة، لازمها الفترة تكون محدودة متاع القتل. ورد بالكم لا تكون مثلا ضربتوها ولا حاجة، يعني بطريقة انها تكسر فيها حاجة ولا، فهمت؟ نزيد نعاود نحطو تراب عليها. نشوف مرايتي باش نشوفها مازالت حيه ولا، باش نتاكد باهي. تنجموا كيما قلت لكم تستخدموها الحيوانات اخرى، اما الحيوانات الاخرى بطريقه اخرى. هي راهي الاختلاف من بين حيوان وحيوان هي في طريقه القتل، فما عده طرق متاع قتل. باش نشوفها حيه ولا. هي قعدت اكثر من ساعتين ميته، هذاك علاش. نشوفوها وظهر فيها تعرضت لعملية دحس. باهي نحاولوا باش نستعملوا طريقة أخرى باش نحاولوا نحيوها. هاي هاي حيات، شوفوها، شفت عملت لها طريقة هيا، شفتوها حيات. هنا حطيت لها حاجه معينه تنقول لكم عليها باش حيات. شفتوها كيفاش حيات، انا حاجتي بها خاطر باش نعمل لكم عمليه اخرى. ها هاي كحيات، باش نحطها هوني، من بعد نعطيكم الطريقه الاخرى نتاع احياء الموتى. كما قلت لكم نحاول نختار لكم طرق ما فماش في الانترنت. ها هما هوني زوز، وتو باش نوقف الكاميرا وباش ننتقلوا للطريقه الثانيه. وشكرا. باهي اغزروا توا كيفاش باش نعمل نقبه في الكتاب هذا. نقبه في الكتاب هذا نقبه ذا كتاب ما عنده حتى قيمه. هذه طريقة متاع كيفاش تقتل دبانة بعد لا تقطعها تريفات تريفات، وبعد ذلك الكل تنفسره لكم. توش دبانات هذا مزوز هوني، باش نحاول ناخذ دبانة، نخلي الدبانة الأخرى. هما الدبانات توا فايقين مليح، مازالوا دايخين. هاي هذه مازال دايخة، باش نحطها في النقبة هذه. شوف نحطها في النقبة، النقبة غارقة. ناخذ الدبانة الأخرى، ندير نقدرها كيف النقبة. شوف نقبة
نقبة واسعة، ثقب واسع باش الدبانة تنجم تقعد فيها. طيب باش نحط فيها الدبانة الأخرى هذه، شوفها غارقة ولا لا، هاي هكا غارقة، هاي شوف منعرفش كان تشوف هكا، هاي نقبة باش نحط فيها. آه هربت لي الدبانة، نزيدني نعاود نشد. دبانة حطيتها هوني في النقبة هذيك، دبانة حطيتها في النقبة هذي، وشوفوا توا نسكر الواحد، نسكر الكتاب، شفت نسكر الكتاب، نسكر الكتاب، دبانة موجودة هوني، وتوا شوفوا كيفاش باش نعمل، باش زعما زعما نحيي الدبانة هذيك. نشد الدبانة هذي فهمت، ونقول لكم شوفوا باش نحطها في الكتاب، باش نحطها في الكتاب هوني فهمت، باش نحطها في الكتاب، ونقول لكم ها هي الدبانة باش نقتلها. اوب هاني قتلت الدبانة، وما قلت لكمش اللي فما دبانة اخرى مخبية في نقبة في البلاصة الاخرى، وهذا الماتريال اللي نستعمل فيه هو معناتها ادوات بدائية، اما هذا الكل فما كما نقولوا احنا في مسائل معينة تنجم بعد نشوف. نفركسوا على الدبانة، نفركسوا عليها، نقول لكم شوفوا كيفاش قتلت الدبانة، فيني دبانة، اه هاي هذه الدبانة اللي قتلتها هاني فطستها، شوفوها الدبانة ميتة ميتة. توا كيفاش باش نحاول نحيها، شوفوا كيفاش باش نحيها، باش نبدا نقرا 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 عليها كما قلت لكم على حسب المعتقد نتاع الشخص، نقرا عليها نقرا عليها نقرا عليها نقرا عليها. طبعا العبد راه مش باش ينتبه، اللي انت عندك دبانة اخرى في بلاصة اخرى اللي هي باش تخرج، قول لهم هيا شوف اوب 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 ها هي الدبانة، ها هي طلعت حية، ها هي هاني حييتها الدبانة، ها هي شفت بعد لقتلتها طلعت حية. وتو نفهمكم من بعد الطرق، باهي هذه الدبانة مانيش باش نقتلها، باش نخليها تمشي على روحها، شاركتنا في المؤتمر هذا نتاع احياء الذبان، ونقول لكم باش نفسر لكم توا باش نعمل لكم المونتاج نتاع هذا الفيديو، ونفسر لكم بعض الحاجات المهمه. ها هي الذبانه، ورغم اللي في الحقيقه الذبانه ها هي الاخرى ميته هوني، اما الشخص ما يشوفهاش. طبعا لازم تنتبهوا انك تاخذوا نفس الورقه، يعني وقت تحطوا الذبانه تحطها في بلاصه مكتوبه فيها الكتيبه باش ما يلاحظش الشخص كيما هكا وهكا، وتقتلها في بلاصة هكا وهكا باش العباد ما ينتبهوش. ولازم ديما عملية تمويهية، عملية ذكية جدا، راهو الشخص اللي يمارس هذا الشيء لازم يكون انسان ياسر منتبه وياسر. شفت كيفاش ولا تحبني على خاطر حيتها ولا تحبني، نجم انا نقول الدبانة هذه فهمت اصبحت تؤمن بيا، تؤمن بيا انا الرب فهمت، انا الرب الكبير نتاعها. هيا شوف نقول هيا يا بت بت، شوف نقول هيا طير 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 يا دبانة، هي تو تسمع كلامي اللي يقولها تعمل، دبانة تحت أمري مربية تنجم تعمل. بالنسبة للحيوانات الكل وقت تقوم من عملية الواحد الموت تكون في حالة غيبوبة شوية،
هاي الذبانة اه شوف شوف كيفاش. وشيء طبيعي لازم تكون ياسر ذكي وقت تشوف العاب الذبانة بدات باش تفيق باش تطير قلها طير طير يا ذبابة طير، انا اعطيك الحرية اعطيك الحياة انا ربك الاعلى. فهمت؟ هكذا كانوا يسخروا من العباد في الماضي، عباد ما يعرفوش، فما عباد اذكياء فهمت يلعبوا على عباد اخرين ويسخروا منهم. اذا مساله الموت فما عده طرق كما قلت لكم، فما الموت بطريقه انه البدن ما يتمسش كما مثلا طريقه الغرق. احنا نعرف العبد كي يغرق، ما نعرفش كان واحد تعرض مره لعمليه غرق، ينجم يقعد حي حتى ساعتين ثلاثه فهمت، يعني فتره معينه يقعد حي وينجم ينقذ، مش ساعتين ثلاثه اقل بالنسبه للبشر فهمت، يعني نجم الانسان معناتها يظهر كانه ميت، طاقات القلب نتاعو تقريبا تتوقف ويبقى المخ نتاعو يمشي، يبقى قلبه يمشي بشويه بشويه بشويه. وهذايا معناتها طريقه الغرق او طريقه شمان حاجات معينه فهمت، تنجم فما حاجات معينه كي تشمهم يحطوك في حاله استرخاء عصبي اللي ما عادش تنجم تتحرك بالكل فهمت، كيما حاله شلل كامل فهمت. فما مواد لو يشمهم الانسان يوقع له نوعا ما شلل كامل، وعندما يشوفوه العباد يعتبر كانه ميت كما حاله الكوما او الغيبوبه. وفما ياسر عباد معناتها دفنوهم بعد طلعوا حيين، هذاك علاش توا لازمنا نشوفوا الطبيب فهمت. يعني مساله احياء الموتى هي كلها في الحقيقه الانسان لم يمت، هذه اكيد، ولو حتى تشوفوا برد فهمت، على خاطر يمكن معناتها الحاله تكون معناتها قريبه جدا للموت فهمت. تفهم حتى معناتها بتمارين معينه نجم نوقف دقات قلبي بعض الدقائق او نقلل من دقات قلبي، فما التمارين الرياضيه وتمارين معناتها خاصه في المساله هذه، هذه مساله. اما بالمساله بتاع اني قص حيوان والا نقطعه والا من بعد نعاود، اعرف اللي هذيك راه فما حيوان ثاني تم ادخاله في اللعبه، ساعات ناخذ اثنين ارانب كيف كيف. بالنسبه للحيوانات هذوما اللي ما نقطعوهمش كما قلت لك، فما الذباب فما النمل، تنجم تاخذ نحله، تنجم تاخذ فرزازو، تنجم تاخذ عده انواع من الحشرات، تنجم تاخذ فار فهمت، تغرقه فهمت ويظهر كانه ميت وتجيبه من بعبوس وهكا كانه ميت. من بعد شنو تعمل له انت في الحقيقه؟ تعمل له عمليه استنشاق. علاش انا قلت لك السجائر او التراب؟ التراب فيه رائحه فهمت، انه تصفي الرواري باش الواحد ينجم يرجع يتنفس. تنجم تاخذ عصفور، تنجم مثلا دجاجه، انا مثلا مره عملتها بحكايه الدجاجه، الدجاجه شفت المصران، المصرانه وقت ترميها للدجاجه تاكلها، هذه معروفه فهمت، يعني على خاطر تصخيبها كيف الدوده، هي تاكلها وانت تنفخ فيها، تنفخ في المصران، من بعد تجي تقص المصران من جهه الفم وتظهر الدجاجه ما عادش تنجم تتنفس لكن تبقى حيه، تبقى حيه، اعذر كيفاش مازالت تحبني، تبقى حيه معناتها كانها ميته، تجيبها كيف ترميها لامك ولا لخوك تقول له شوف هذه الدجاجه لقيتها ميته في الجنينه. من بعد شنو تعمل؟ تجي تقرا عليها على حسب المعتقد، وهو يحيي العظام وهي رميم فهمت، فلا ينظرون الى العظام كيف ننشرها وننشزها على حسب المصحف فهمت، وتبدا كي تفلم عليهم وتكذب عليهم وتخرف عليهم فهمت. من بعد تعمل كي تجبد هذاك المصران والدجاجه تقوم هكا واقفه كانها رجعت للحياه فهمت. كيما فما حاجات كيما قلت لكم تشمهم يغمى عليك، فما حاجات تشمهم تفيق. نفس الشيء انا قبيليك ايش عملت انا للذبانه؟ حطيت لها نوع من الكحول فهمت، الكحول فهمت، اللي فيقها وخلاها تفيق من الدوخه نتاعها الاخرى اللي ماتت. اما هذه مازالت حيه ومكتوب ليها باش تعيش، مكتوب كاتب لها ربي، هو كاتب لها انا باش تعيش فهمت. يعني هذه معناتها المره الاخرى فهمنا كيفاش التحريك عن بعد حكايه فارغه ديما فيها خداع. اليوم حاولنا نعرفوا كيفاش ان مساله الموت واحياء الموتى وترجع واحد يمشي فهمت، والا ترجع واحد هذيك كلها خداع. راه فما في بعض الاحيان الشخص اللي يمارس هذا يكون عنده اشخاص معاه ماهوش يستعمل وحده، ولكن ما ننساوش في بعض الاحيان توقع حاجات بالفعل ان الشخص، انا مثلا وقعت لي مره في حياتي فهمت، ان شخص معناتها نكذب عليه ونعرف روحي نكذب، ولكن على ما هو يعتقد، هو يعتقد اللي انا
فهمت؟ النجم نرجعه يمشي، فهمت؟ بديت نقرا عليه ونكذب عليه ونعرف اللي ماهوش باش يرجع. انا بعد باش نقول له معناتها في بالي محضر روحي باش نقول له بعد اللي انت فهمت لازم نزيد نعمل لك مره اخرى مره اخرى. والراجل قام يمشي وحده، فهمت؟ هذه صدفه؟ لا مش صدفه. وقت تجي تدرس هذاك الشخص يعني نتيجه صدمه ولا ما عادش يمشي، ماهوش نتيجه عطب في البدن نتاعو، فهمت؟ هذه وقعت لي في المغرب بالفعل. واحد جاني عنده تقريبا 3 سنين يمشي ما يمشيش على كرسي متحرك، فهمت؟ وجاني فهمت من سيدي قاسم، مدينة سيدي قاسم إلى أكادير، فهمت؟ وجابوا معناتها عائلته وكل شيء على أساس مع بيا اللي أنا فيه، فهمت؟ نجم نعمل هذوك من الحاجات، فهمت؟ وبالفعل فهمت معناتها بديت نقرأ عليه، أما من قدرة إيمانه ومن كثرة إيمانه اللي أنا بالفعل لي صالح، فهمت؟ هو قام يمشي. هل أنا رجعت؟ وأنا وقتها اغتنمت الفرصة، اغتنمت توقع حالات هكا. أما في بعض كثير من الحالات مثلا كما في مراكش ولا حاجة، نعمل أنا سبيكتاكل، نجيب واحد على أساس أنه ما يمشيش، فهمت؟ ونبدأ نقرأ عليه هو يمشي ويظهر روحه على أساس أنه ما يمشيش، فهمت؟ طفل صغير ولا كبير ولا حاجة خلصوا، فهمت؟ وهو يعمل العملية والتمثيلية. هي عبارة راهية دي الكل قبل كانوا ما عندهمش أفلام، ما كانوش يتفرجوا في أفلام، فهمت؟ سيونس فيكسيون وأفلام خيالية وأفلام شنو هالأنبياء وهالصحراء وكل شيء يعملوا لهم سبيكتاكل، فهمت؟ يعملوا لهم الألعاب هذه بشي لهيوهم بشي فرهدوهم بشي ينحيوا عليهم الغمة، فهمت؟ مع الوقت ولي معتقدات. وإحنا توا بعد آلاف السنين نصدق في حكاية، يعني عبارة على واحد معناتها يكتب قصة خيالية بعد 1000-2000 سنة يجي يصدقوا لي هذيك القصة حقيقية، كما قصة جلجامش اللي تعرفوها اللي موجود فيها مسألة الجنة والنار وموجود فيها نوح وموجود فيها كل الأمور هذيك. إذا احنا الفيديو هذه حابين نوريه اللي مسألة إحياء الموتى. المرة الأخرى تكلمنا على مسألة المسائل الفيزيك الفيزيائية، المرة هذه تعلمنا عن مسائل ما يسمى بالخداع، نجم نقوله حتى كيميائية، وخداع انك تغرق حيوان وإلا تدوخه وإلا تقطعوا تريفات، فهمت؟ ومن بعد ترجعوا. وشفتوا هذه الذبانة مازالت مطيعة ربها، الرب الكريم، فهمت؟ محمد كريم هو الذي أحياها بعد أن أماتها. والنجم نعمل هذا حتى على بشر. أنا النجم قبيليك شفتوني حاطت حاجة في يدي هوني، فهمت؟ فما حاجات نحطهم في يدي، نجي الواحد بدأ نقرأ عليه ونقرب يدي ليه الخشمه، فهمت؟ يغمى عليه يطيح ولا يولي هلوس، فهمت؟ ولا يولي هذيك طبعا نحاوله. معناتها أنا الحقيقة ما عنديش معناتها هذه الأمور، ما نحبش معناتها نرجع لها، خدمتها ياسر وما نحبش نرجع لها. أما معناتها نجم نعمل ياسر طرق، وكما قلت لكم في الانترنت فما ياسر طرق، والعلم هذا هو علم كأي علوم أخرى، كعلم النجارة وكعلم أي حاجة أخرى، ولا علم الحدادة ولا علم فن الكتابة أو فن الرسم. يعني هي كلها خداع نجم نسخر بها على العباد ونردوهم يصدقوا اللي احنا عندنا قوة غيبية، وان احنا نحيي الموتى، وان احنا معناتها نداويو الامراض. هو راه تقريبا 50% من العباد اللي تتعالج من بعض الامراض هي مسألة نفسية. في بعض الاحيان عملوا تجارب انهم يجيو يعطيوا لبعض المرضى حتى بالسرطان، يعطيوهم حبوب ليس لها اي يعني عبارة على حلوى، فهمت؟ تلقى اشخاص على اعتقادهم ان هذيك الحبوب تشفي، فهمت؟ ان هي تشفي من مرض عضال. الاعتقاد هو اللي يعالج مش الشخص، فهمت؟ او السحار ولا في بعض الاحيان توقع كما قلت لكم، توقع كما وقعت لي ليانا، توقع اني الشخص اما يعني يتعالج ولكن ليس عن طريق قوة غيبية او شيء. لا، راه الانسان هو الكل، لازم تفهموا. راك انت وعزيمتك وقدرتك، فهمت؟ وقوتك تحب توصل الحاجة توصل لها، فهمت؟ حتى الأديان ساعات تقول مثلا حتى الإسلام يقول لك لو تمنى معناتها بني آدم شيء معناتها وين كان من وراء العرش لنالة، فهمت؟ يعني من وراء العرش، نوع من وراء العرش هو الألوهية، فهمت؟ الألوهية، فهمت؟ كما زاد فما قولة تعجبني تاع علي يقول فيها
أتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني هذوم الحاجات اللي كان باش ناخذ حاجات من التراث ما يسمى بالإسلامي، ناخذ حاجات تنفعني للمستقبل، ناخذ حاجات تقدمني، ناخذ حاجات تخليني نشارك في تطور البشرية. رو احنا لدينيين او مرتدين على الاسلام، عندنا يعني عندنا 1400 سنه مخاقنا ماهيش قاعده تخدم، فهمت؟ هذاك علاش كي نخرجوا من الاسلام ونعلنوا بكل صراحه، هيك طار هاي لما زدت مترج، نعلنوا بكل صراحه، فهمت؟ هذاك النفاق نتاع فهمت بعض القرانيين وبعض فهمت المنافقين فهمت في تونس ولا في الدول الاخرى، فهمت نتاع ما يحبش يقول خايف. انا الحقيقه هذوما الاشخاص خاصه الشخصيات المعروفين اللي ما يقولوهاش بصراحه، فهمت؟ انا بالنسبه لي هذوما اكثر خطر، فهمت؟ من السلفيين اللي يذبحوا في داعش. علاش؟ خاطر هذوما يذبحوا واضحين، اما هذوما يذبحوا في جينيراسيون كامله، في جيل كامل يذبحوا فيه، يذبحوا فيه عقليا ويدمروا فيه، فهمت؟ اليوم في الحقيقه الانتخابات في تونس، فهمت؟ ونعرف ديما يقولوا الشعب التونسي بهيم، الشعب التونسي بهيم، راهو الشعب التونسي مسلم، هذه لازمنا حاجه نستعرفوا بها، فهمت؟ اذا لا يمكن القضاء، فهمت، على الاسلاميين الا بالقضاء على الاسلام. هذه مساله واضحه، والاديان هي كانت عباره على طريقه لجعل الناس عبيد نجم تستعبدهم، فهمت؟ نجم تستعبدهم. هذاك علاش نقول لكم لوح عليكم الخرافات ونوح عليكم الامور هذيا، وانا مازال باش نعمل زوز فيديوهات اخرين او ثلاثه مش اكثر في هذه المساله، على خاطر نحب نتنقل لمواضيع اخرى اهم. نحب نعمل موضوع، فما عباد قالوا لي اللي الاسترولوجي فيه نوع من الحقيقه. انا تنفسر لكم اللي الاسترولوجي لا فيه نوع من الحقيقه لا شيء، صحيح فما جانب منه، وتنفهمه لكم كيفاش نعمل برنامج على الاسترولوجي والنيميرولوجي ما يسمى بعلم الارقام. وبالنسبه هذا كل ما تلقاوه في الكابال، فما الكابال بتاع اليهود تلقاوا العلم هذا، فهمت؟ اقراوا الكابال، اقراوا الكتب. المشكلة راهو اعتقادكم بحاجات خرافات كما هذه نتيجة جهل 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 جهل. أقراو يعني هذا الاسترولوجي ما فماش منه، فما علم ما يسمى علم الكواكب، هذاك علم رسمي، أما يقول لك باش يتنبأ لك الغيب أو مثلا يقول لك باش يأثر وكذا، فما تأثيرات معينة كما تأثر القمر على المد والجزر وعلى الزراعة وعلى الكل، وتنقول لكم السبب نتاعها زاد عندها تفسير، لا هي سبب غير طبيعي لا شيء. هذا موضوع نحب نحكي فيه الأول، معناتها فيديو باش نتكلم على ما يسمى علم الفلك وكل شيء، واللي العباد تخسر في فلوسها في علم الفلك حتى في أوروبا. احنا لازمنا نتحرروا من الأمور هذه ونفوتوا أوروبا في الأمور هذه. وعلى مسألة ما يسمى بالكتابات، يعني نجي نكتب لك حرز ومعناتها بتاع القبول ومتاع العرس وبشولي الاخر يحبني وبشولي عندك ياسك ليونات، تنوريكم زاد الطريقه كيفاش يعملوها هذوما الخبثاء المجرمين، فهمت؟ وشي طبيعي الحاجات الخطيره مانيش باش نقولها، فهمت؟ وفي الاخير في الاخير باش نخلي الفيديو الثالث نحكي فيه بصفه عامه على يمكن كان عندكم بعض الاسئله نجاوب عليهم، والا نتكلم على مواضيع ما يخص معناتها مسائل معينه في هذا العلم ما يسمى الغيبي، وهو لا غيب لا شيء، كل شيء طبيعي طبيعي 100%. على كل حال أشكركم، واليوم انتخابات تونس، أرجو 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 أن يكون هناك توازن، رغم أن أعتبر من الغد، فهمت؟ لازم تبدأ الحملة لتحرير تونس من العروبة ومن الإسلام، وشكرا. ومش غير تونس بل جميع العالم أنه يجب أن يتحرر من العروبة من الإسلام ومن الأديان ومن التخلف ومن الجهل وما هالأمور هذه كلها اللي لا تقدم لا تأخر. وإحنا المرتدين عن الإسلام، إحنا باش نقودوا المشعل للبشرية، باش نقدموا للبشرية أشياء بعيد على كل هذه الخرافات. ومع فيديو قادم وبسلامة.